تزال عيناك متورمتين منذ الصباح. عيناي تؤلمانني، أظن أني أصبت بالمرض. هذا المرض لا يعدي، تأخر الطبيب، سأذهب لأستدعيه. لا لا، ابقى أنت هنا وأنا سأستدعيه. عفواً، هل أنت طبيب العيون؟ لا، أنا طبيب الأعصاب، طبيب العيون هناك. طبيب العيون، أليس كذلك؟ إنه يشبه طبيب الأعصاب تماماً. طبيب العيون تجده هناك، أنا طبيب أسنان. عفواً. هذا الطبيب له الشكل نفسه. لا، انتقل المرض من عيني عامر إلي أنا، لا أرى جيداً. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على كل حال، لكني لا أزال مريضاً، أراك ستة أشخاص. نحن ستة حقاً، ستة إخوة نعمل أطباء في هذا المشفى. لا، يبدو أن الصدمة قد أثرت في رأسي، غريبة. أعزائي أصدقاء سبيس تون، لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك وشاهدوا المقاطع التالية.